الاثنين الجمعة من 9 نص نهار جوك 9 دوز. اليوم خميس كالعادة عندنا روسيت رابيد. الماكلة هذه في ساعة ما تحضر ما تخش برشا وقت من 20-30 دقيقة. اخترت لكم طاجين بطاطا وحوت في الكوشة. اليوم ماكلتنا فيها الحوت. الحوت يقوي ويغذي الجسم، يخفض خطر الإصابة بأمراض العينين ويقلل من أمراض الصدر وزيق النفس، ويعتبر الحوت أكثر فاعلية من برشا أدوية اللي تحارب الاكتئاب ويقوي الذاكرة، وخاصة حوت السردينة فيه برشا منافع. الحوت يعتبر مصدر مهم من مصادر اليود والفوسفور، وهذم ضروريين للسنين والعظام والدم، وزاد هو مصدر مهم للكالسيوم. الحم الحوت مفيد برشا للي يحبوا ينقصوا من وزنهم على خطر ما فيه السكر والأكسيدات. الحوت غني بالأوميغا 3، والاستمرار في ماكلة الحوت يخفض الجلطات ويمنع الليكايوت صان، ويمنع حدوث الأزمات القلبية، ويمنع الخرف. توا نعطيكم الغسلة متاعنا. تاخدوا كعبة قاروس، تجمو تقسموها راهو كعبة القاروس حتى على 3 × 4 كيلو بطاطا، 4 قرون فلفل أخضر، 3 كعبات طماطم، 6 كعبات زيتون، 3 سنون ثوم، كعبة قارص، نص مغرفة كركم، مغرفة صغيرة كمون، ربع مغرفة تابل، وكاس ماء صغير فنجان ماء. تاخذوا كعبة الحوت تنظفوها وتقصوها وتحطوها في سلاديير، تقشروا البطاطا وتقصوها أبراج كبار شوية، والطماطم تنظفوها وتقصوها دي رونديل، وتحطوهم الكل مع الحوت وتفوحوهم بالتابل، والكمون والكركم والفلفل الأكحل والملح والمغرفة زيت مش برشا، نخلطوهم بيدينا ونحطوهم في القالب، نزيدوهم الزيتون، نرصوهم في القالب متاعنا، ونسقيهم بكاس الماء صغير هذاك مش برشا ماء، نقصوا القارصة دي رونديل ونحطوهم من فوق الخليط اللي حضرناه، والفلفل الأخضر يكون مقصوص ومشقوق وملح، ندخلوها الكوشة طيب مدة 20 دقيقة، تخرجوها وتقدموها سخونة وصحة وبالشفاء.